إلى ذلك. نسأل الله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. لما بدأنا القراءة نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه العبارة ليست من القرآن الكريم، وإنما هي امتثال لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن بإجماع الأئمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن، وإنما هي امتثال لقوله تعالى كما أسلفت. فباعتبار أنها ملحقة بتلاوة القرآن تأخذ حكمه، فلا بد للقارئ من تجويدها بأن يبين حروفها ويوضح ذلك. بعد ذلك قرأنا سورة الفاتحة، ولعل الوقت إن اتسع قبل أن تنتهي الحلقة أعلق على بعض الكلمات في الفاتحة التي يكثر الخطأ فيها. بعد ذلك دخلنا انتهينا من سورة الفاتحة، قلنا آمين. آمين اسم فعل أمر معناه اللهم استجب، وهو من قبل العربية، يعني من اللغة التي قبل اللغة العربية، اسمها اللغة السامية. اللغة السامية الأم التي انحدرت منها العربية والعبرية والسريانية وغيرها من اللغات في منطقة الجزيرة العربية وبلاد الشام. هذه الكلمة معناها اللهم استجب آمين، وليست من القرآن بإجماع، يعني ليست هذه الكلمة من القرآن.